رجعنا لكم وحياكم الله مجددا. اذا مثل ما شفنا بجرايدنا اعلنت هيئه الاشغال العامه اشغال انه يتم الانتهاء من اعمال تحويل دواري الشرطه والدفنه الى تقاطعات باشارات ضوئيه وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته امام حركه المرور صباح اليوم، اي قبل اسبوعين من الموعد المحدد لاتمام المشروع. وقبل ما نروح لنديبنا حمد الفياض، خلونا نشوف حركه المرور في دواري الشرطه والدفنه قبل ساعات قليله من الان. وللمزيد من التفاصيل نتجه مباشرة إلى تقاطع الشرطن الدفنة عند الزميل حمد الفياض. الكلمة عندك يا حمد. طبعا مشاهدينا نفس ما شفتوا في التقرير، ما شاء الله عليهم شركة أشغال قدموا هذا المشروع قبل أسبوعين، هو المفروض يسلم بعد أسبوعين. طبعا هذا الموضوع فرحني أنا شخصيا، فرح مواطنين مقيمين، لأن مثل ما أنتم شايفين يعني الكورنيش من يومين ما كان بهالطريقة. إحنا بالضبط موجودين الآن في حديقة الشرطن، ومثل ما أنتم شايفين هذا الاتجاه جاي من الدفنة متجه لطبعا المنطقة الدبلوماسية والعكس، وتشوفون ما في زحمة والإشارة الحين توها صايرة حمراء، ما في أي زحمة. طبعا شركة أشغال أو هيئة أشغال اشتغلت على هذا الموضوع لمدة شهر وأسبوعين تقريبا، وكان بالتعاون مع شركة كهرباء على أساس أنه يكون في توصيلات حق البنية التحتية للجزر اللي موجودة. طبعا مشكورين إدارة المرور والإخوية أنهم ساهموا في تسهيل حركة المرور خلال الأيام اللي فاتت، ترى والله كانت جدا مزعجة، ولكن الحمد لله لما الواحد يشوف هذا العمل يفرح انه خلاص الكورنيش صار سهل جدا، لان اغلبنا في الدوامات الصباح والمساء كله متحركين من ناحيه الكورنيش. طبعا اشغال ما سلمت المشروع بالكامل، في بعض التجهيزات نفس ما انتم تشوفون خلفي، في بعض اللمسات الاخيره احنا نقول عنها، لان مثل ما انتم تعرفين هني كان دوار، ودوار الدفنه بعد كان دوار، فهذيلا انشالوا بالكامل. الى الان الجوانب في بعض التعديلات لها كمخارج جانبيه، بس هذه مش مؤثره جدا على حركه السير. ومثل ما انتم تشوفون يعني وقفت الاشاره وافتحت، والحين السيارات جايه من الاشاره الثانيه. فكره ان الكورنيش بالكامل يكون اشارات كانت فكره حكيمه جدا، الكل اعتقد الحين بيكون مستمتع فيها. طبعا في نقطه احنا دائما نتكلم عنها، ان الازدحام المروري ممكن يسبب ازعاج للشخص نفسه اثناء دوامه، اذا كان طبيب، اذا كان مهندس، اذا كان كذا، دائما يوصل دوامه متعكر مزاجه بسبه الزحمه وبسبه الوقت اللي قاعد فيه. طبعا اشغال اليوم اعلنوا ان تقريبا اكثر من 80% من مشاريعهم البنيه التحتيه والمشاريع الخاصه بتوسيع الطرقات هذه كلها تقريبا 80% انتهوا منها. الكورنيش مثل ما انتم تشوفون تقريبا 90% او 95% انتهوا منها. الجو جميل، صح الشمس حاميه شوي بس الجو جميل. ان شاء الله نتمنى لكم بدايه اسبوع جيده، وهذا كان ما لدينا من تقاطع الشرطن، ونرجع لكم في الاستديو. يعطيك العافيه يا حمد على يعني هاي التغطيه الجميله. دعاء بالفعل يعني الله يعطيهم العافيه هيئه اشغال على قامهم مثل يعني فتح اشاره الشرطن، وبالفعل يعني شاهد خلال انها كانت مسكره ازدحام، لكن الله يعطيهم بعد العافيه الاخويه والمرور والفاز عندهم شاركوا. مثل ما شفنا نيله ليل نهار كانوا يشتغلون، واكيد مثل ما قال زميلنا حمد بدايه اسبوع جميله مع هالاخبار الحلوه، وما في وقفه مره ثانيه في الكورنيش، اكيد انها بدايه اسبوع جميله. ومن الكورنيش خلينا ننتقل للسباير، والحين نروح عند زميلنا سعود المتواجد في منطقه سباير، ينقل لنا انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لشركاء العمل الانساني الثاني واللي تنظمه مؤسسه الشيخ ثاني بن عبد الله
للخدمات الإنسانية راف، الكلمة عندك يا سعود. يا مرحبا يا دعاء ونايلة، أرحب فيكم وأرحب مشاهدينا الكرام. تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الدولي الثاني لشركاء العمل الإنساني، العام الثاني على التوالي. بنتعرف أكثر على تفاصيل هذا الملتقى معي الدكتور محمد صلاح إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف. في البداية نرحب فيك ولو تعرفنا على الملتقى. الله يحييك أخوي يا سعود ويحيي الأخوة المشاهدين جميعا. طبعا ملتقى شركاء راف العمل الإنساني، هالملتقى طبعا هالملتقى الثاني يعني المرة الثانية للملتقى، الدورة الثانية اللي نقيمها. احنا الحمد لله هذا الملتقى نهدف فيه تحقيق هدف استراتيجي عندنا في المؤسسة، ان احنا راف تكون نموذج يحتذى به لكل المؤسسات العمل الإنساني، من النواحي المؤسسية، من الناحية المالية، من الناحية الإدارية، من جميع الأمور المؤسسية، حتى يكون في تطور لهذه المؤسسات وتكون على تسير على نفس المنحة اللي قاعدة تسير عليه مؤسسة راف. لو تعرفنا وتعرف مشاهدينا الكرام عن ابرز العناوين اللي بتم تدور. طبعا احنا السنه هذه اخترنا بعض العناوين انها تكون مختلفه شوي عن العام الماضي، يعني نطرح بعض المواد تكون تكميليه للعام الماضي. فالسنه هذه طرحنا الامور الماليه، نتكلم عنها، المحاسبيه، ايضا راح يكون في عن الرقابه، عن التسويق، ايضا عن الأمور الإدارية وكيفية تشكيل هيكلة وتنظيم للمؤسسات الخيرية للتعامل معها ونشارك معها. وكم استغرق التحضيرات للملتقى؟ طبعا احنا الحمد لله يعني تقريبا 3 شهور احنا كنا شغالين يعني على قدم وساق ان احنا نجهز ونطلع بالملتقى ان شاء الله حتى الكل يستفيد استفادة جيدة. والحمد لله يعني قبل شوي الان الافتتاح قائم والله الحمد، يعني الامور كلها طيبة وكانت تجهيزات جدا متميزة. ان شاء الله بتبدأ الفعاليات الدورات ان شاء الله من اليوم الى يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. لو تعرفنا وتعرف مشاهدينا الكرام عن ابرز المشاركين في الملتقى. طبعا احنا عندنا الله يحفظك المشاركين 100 مشارك من 70 دولة، كل الدول هذه قاعدين نتشارك معها يعني تنفذ لنا مشاريع خارج قطر. قريبا مثل ما ذكرت انا قبل شوي هم 100 او حتى يزيد عن 100 صراحة من 70 دولة وتقريبا من 100 منظمة قاعدين نتعامل معهم ان شاء الله. الله يعطيكم العافية. هو لو تعرفنا ايش يميز هذا العام عن العام الماضي؟ طبعا احنا العام السنه هذه زياده عدد المشاركين هذا يميز الملتقى. ايضا نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء على رعايته صراحه، يعني كانت الرعايه هذه جدا متميزه بالنسبه لنا وشرف كبير للمؤسسه ان رعى هذا الملتقى. طبعا ايضا احنا مثل ما ذكرت انا قبل شوي ان احنا راح نوسع وسعنا شريحه المشاركين، وايضا وسعنا عدد المحاضرات وعدد الندوات اللي راح يتم ان شاء الله يلقاها على المشاركين. ان شاء الله الملتقى هذا راح يستمر كم يوم؟ هو ان شاء الله يبدا اليوم وينتهي ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله القادم. الله يوفقكم والله يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا اخوي سعود، بارك الله فيكم. حاب توجه كلمه اخيره للمشاهدين؟ ابدا، احنا نشكر قناه الريان اولا واخيرا حقيقه على تغطيتها الدائمه لكل فعالياتنا والله، وايضا نشكر كل من ساهم في هذا الملتقى صراحه، يعني ساهم معنا عدد كبير من الرعاه، يعني ما اريد ان اذكر اسم ولا راح اخشى اني انسى اسم، لكن ما شاء الله يعني مجموعه كبيره يمكن قريب ال 12 راعي حقيقه شاركوا معنا، فجزاهم الله خير ونشكرهم على دعمهم الدائم لمؤسسة راف وفعالياتها. الله يوفقكم إن شاء الله، والله يقويكم، والله يعطيكم العافية على جهودكم. مشاهدين الكرام، مثل ما تعرفنا على تفاصيل الملتقى الدولي الثاني لشركاء العمل الإنساني اللي تنظمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، هذا اللي عندي وأرجع للأخوات في الاستديو. يعطيك العافية يا سعود. طبعا كانت هذه نقلتنا من سباير مؤسسة راف، وقبلها كان عندنا زميلنا حمد ونور من السوق كانت تقرأ لنا الجرايد. يعني عندنا العديد من النقلات في هاي الحلقة بالإضافة إلى نقلات ثانية. بعد الفاصل بنروح معكم أعزائي فاصل ثاني ونتابع معكم ما تبقى من فقرات الصباح رباح، خلكم معنا.